نقل لي مشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية. عسلامة، مرحبا بكم انتم اللي تابعوا فينا على 93. نشكركم اللي اخترتوا باش تسمعونا على الحياة فام، ونشكروا الناس اللي تابعوا فينا على لايف ستريمينغ في الباج اوفيسيال الحياة فام. كالعادة باش نحكيو في برنامج الحياة في الجامعة، ونحكيو على مبادرات الطلبة المتميزة، ومعنا انفيتي جديد. انفيتي باش يحكي لنا بلوتو على مبادرة جديدة، باش يحكي لنا على انيسياتيف في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. معنا ايمان مصمودي، جاتنا من تونس خصيصا باش تحكي لنا على الكلوب جوجل ديفلوبر ستودنت، اللي تحل جديد باش يخلق برشا فرص للطلبه، وفيه برشا حاجات تري انتريسانت. عسلامه ايمان. عسلامه. باش نبداو بشويه بشويه، وباش تحكي لنا ساعه شنو الكلوب هذا، انت الفونداتريس نتاعو، منين جات الفكره، وجوجل ديفلوبر ستودنت عليه التسميه هذه، واسكو عنده علاقه بجوجل ولا لا؟ اوكي، I'll start with the last question. So Google Developer Student Club, l'abréviation تاعو هي GDSC. It is Google program. So هذا بروجرام عملته جوجل تحب توفر الاوبورتونيتي للاستوديون اللي ما لقاتهاش معناها. So تحب تشجع، تحب برشا حكايات حصير. فما so many things اللي برسمي على المحليهم على المحليهم على المحليهم. كيفاش تحل الكلوب في لينيت؟ انت خذيت الانيسياتيف، انت فونداتريس نتاع الكلوب هذايا، دونك كيفاش جات الفكره، وشنو هو الاوبجيكتيف نتاع الكلوب هذايا، لوين تحبوا توصلوا بيه معناها؟ سو وقت من الاوقات في وسط العام عملناه، وعرضتني جوجل فورم على مش جوجل فورم، هي فورم لايك سوبر طويلة. It took so much effort for me to fill it in. Just cause the questions متاعها they required برشا كلام، like ما بين 300 كلمة و 1000 كلمة على كل question، and كانت برسمي على المحلها. So I took my time، عمرتها كاملة، and it was GDSC application lead for leads application. So هذه كل عام جوجل تحل الحكاية هذه باش يختاروا الليدز نتاع العام الجديد نتاع جي دي اس سي في اليونيفرسيتيز نتاعهم. انا بيان سور ما كانش فما جي دي اس سي في لينيت، ولقيت الفورم وقلت يا جوجل ديفلوبر سوزن كلاب، وانا حاب ديفلوبر تكنولوجيز، ليتس دو ذس. برغم اني وقتها كنت نخدم في كيف مع شكون صحابي، وكنا نخدموا على الاندرويد ديفلوبمنت، وكنا ديجا عاملين دي فورماسيون على انتليجنس ارتيفيسيال. كنت انترستد برشا بالحكايات هذيك، اما جوست ما كنتش فريمون هكا اللي يعني الدوافع هذوما شجعوك باش تاخذ الانيسياتيف وتقول خلينا نبداو المبادره هذيا، وخلينا نحلوه الكلوب هذيا ونوصلوا به لبعيد، ويقعد فما اريتاج ديما، وفما عباد تخدم، وعلاش ما تكبروش، ويكون فما فيه بليزيور مومبر يخدموا على نفس الفولي هذيا. نحب نسالك ايمان، شنو الكونسيبت اكثر نتاع الكلوب؟ شنو تخدموا بالضبط في الكلوب هذا؟ وشنو ما لي تيب داكتيفيتي اللي تعملوه؟ So to start with, صحيح ما كانش فيه على الكلوب. نبدأ نحكي، وأحكي لي على الكونسيبت متاع الكلوب، شنو تخدمه بالضبط؟ So وقت اللي جيت باش نحل الكلوب في لينيت، كانت الفازة باق شوية، خاطر في العادة ديما فما شكون حل قبلك، سو فما شكون المنتور متاعك اللي وبشي يقيديك، وتكون عندك فكرة خاطر سدجا عملوا عملية والحكايات. بات احنا في لينيت ما كانش عنا الحكاية، so someone has to start. كان لازمني نبدا. يعطيك الصحة اللي خذيت الانيسياتيف ديجا وبديت. يا سو مشيت شفت شكون في ليزي، هو اللي حل العام اللي قبلي معناها. قلت له شو انا عمرت فهمني، وراني I got through the pre-selections، هذه صارت هيك في اول الصيف. And I was so happy. So قلت له next year if this works نحبك تكون انت المنتور بتاعي. And he was happy. عرفت قال لي yes I will be your mentor. And I'm like yes I hope you accept you. عملوا لي interview جماعة من جوجل and I got accepted. قالوا لي okay احنا we support you باش تحل تولي it's sort of ambassador في اليونيفرسيتي نتاعك. يعطيوك دي ريسورس، يعطيوك برشا حوايج على محلهم، كيما يعطيو اكسي على الكويك لابس. كويك لابس هي بلاتفورم نتعلموا عليها برشا حوايج، هي نورمال بالفلوس، اما احنا في جي دي اس سي ناخذوا فري اكسس. سو كل شهر جوجل يبعثوا لنا لينك وناخذوا مونثلي سبسكريبشن، القيمه نتاعو 55 دولار بار بيرسون. اما احنا جاست لينك تك
and you get it. ديجا الفرصة دي. Here one thing that we get from me. أبار كونوا عنا أكسي على this slide وده workshop وبرش حكيت by Google experts ونتورك متاعنا فمش كان شي احنا as Google program فما GDEs فما Google developer experts فما Google developer groups so احنا ديجا نخدموا معهم بحكيت and نتعلموا برشا حاجات وكي نستحقوهم نلقاهم هذه أهم حاجة اللي هي الopportunity هذه أنه هما كي بشي يستحقوا ressources ولا بشي يستحقوا information ديما مشي يلقاو برشا حاجات متوفرة غاس للكلوب هذي شنو تخدموا آخر ديز activity إيمان شنو ما ليزاكس الأخرين اللي تخدموا عليهم أبار اللي ressources هذو الموجودة بحسو من أقوى الحاجات اللي نخدموا عليها هي peer to peer workshops so احنا نشجعوا لي زيتوديون باش يوليو هما دي فورماتور خاطر كي تجي باش تدخل في دومين معين صحيح ان سيغتان مومون باش تستحق اكسبيري جديك اما على الاول فما بيسك نولج اللي يو كان اكواير جاست فروم بيبل لي سبقوك خطوتين ثلاثه سو احنا نحاولوا نشجعوا لي زيتوديون باش يعملوا لي ووركشوب عندنا لي ريسورس عندنا كل شيء نستحقوه اند تبدا على الاول لي بالويلا مع بعضنا كم كوميونيتي صغرونا نتاع لي زيتوديون ان سيغتان مومون كي نستحقوا اكسبير على الوقت نجمو نجيبو دي اكسبير ما يصيرش تعب اكسبير في حوايج نتاع بيجنرز يعني لي وركشوب هذوما ولي فورماسيون شكون معني بالامر اكثر اسكو هما كاين معناها لي ممبر الاعضاء نتاع الكلوب ولا يكونوا مفتوحين لي فورماسيون هذوما لاي واحد يحب يتعلم ولا انتريسي بسوجي باش تهبطوه بيه فرست احنا عنا سيت ويب سو اللي انترستد بانيثين يجم يعمل لنا جوين كو سوا اتيديون ولا يخدم ولا ليسيان everybody are welcome ديجا انا اخويا صغير للكوليج he's a member و some people they actually work و members وحطيناهم هكا لي ايفنت فولنتيرز يعاونونا في الايفنتس نتاعنا خاطر يجموا يعملوا وركشوبس يجموا يعملوا برشا حكايات معانا مثلا رؤوف اللي هو رؤوف غريسي اللي هو عامل شان يوتيوب كودن بالتونسي I don't know إذا كان سمع أما هو قاعد يعمل في موضوع كبيرة في CP Competitive Programming واللي هو one department that we have so أحنا جا departments متاعنا ما همش حاجة ستوندر departments اللي عنا في GDSC إنيت هما دي departments اللي لزيتوديون يحبوا يخدموا فيهم so مثلا عملنا departments machine learning فما شكون معنا في الكور تيم اللي هما الليكيب اللي تخدم معنا في البيرو في الكلوب هذا هو انترستد برشا بالماشين ليرنينج سو قلنا له حل ديبارتمون يلا اعمل ليرنينج باث سمح ونجيبوا دي فورماتور كل شيء ونعملوا حاجه سمحه وفما اللي انترستد من الممبرز يتفضل مرحبا بي يدخل في ديبارتمون كيف عملنا ديبارتمون سايبر سيكيورتي عملنا ديبارتمون سي بي competitive programming in fact بحر literally بحر واحنا كل مرة قاعدين نحاول نخدم حكاية وجبنا معنا رؤوف انا درجة نعمل بروغرام سميح بدينا بالgraph theory بدينا بالdata structure باش نعملو dynamic programming عادك بينا هذوما كلهم workshops وذوما حاجات يسر تندنس ويسر exactly. ويسر انتريسانت اما ساعات ما نلقاوهمش يسر لي ريسورس نتاعهم ولا ما نقراوهمش فريمون تيوريكمون في القرايه ما نستحقوهم بعد في الخدمه ولا نستحقوهم حتى احنا باش نتعلموا من لي تكنولوجيا ذوما دونك هذه بالحق انيسياتيف باهيه وانا نشكركم ونشكر العباد الكل اللي ياخذوا لي بروميي با باش يبداو وباش يبداو هما ويتعلموا منهم العباد الاخرين كما قلت انت الماشين ليرنينغ كنت بواحد برك كي خذا الانيسياتيف وعمل البادره هذه بعد تلقى برشا في الوركشوب باش تلقى برشا انتريسي بالماشين ليرنينغ وبرشا باللي تكنولوجي جدد هذوما اللي هما حاجات نستحقوهم وحاجات جديده ولازم طالب هندسه ولا حتى لي زيليف اللي توا لازمهم يتعرفوا شنو موجود شنو ما لي دومين اللي قاعدين يطلعوا جدد وشنو ما لي نوسيون تكنولوجيك اللي قاعدين يطلعوا جدد ويتعلموا منها باش تحكي لي اكثر على لي كومبيتيشن اللي عندكم تابعين الكلوب جوجل ديفلوبر ستودنت هب يس سو فما يو كود سي competitions اللي احنا نشاركوا فيهم بس مش احنا اللي باش نعملوهم اللي هما on the international level كيما مثلا solution challenge هي competition اللي تخدم على SDGs sustainable development goals اللي هما موجودين 17 حطتهم United Nations شفتوا 17 هذوما goals كان يصيروا
الموندو نتاعنا باش يولي بيرفكتو. سو لازم نخدم عليهم معناتها مثلا نو هانجر كواليتي اوف ادوكيشن حوايج اللي برسمي لازم نخدم عليهم باش العالم نتاعنا يولي خير. سو هذوما احنا نخدم عليهم في سولوشن تشالنج نستعملوا فيهم جوجل تكنولوجيز. سو جوجل تكنولوجيز ات كان بي سو ماني ثينجز لايك مثلا تعمل موبايل ابلكيشن ولا برشا حوايج حاسينو احنا باش نتعلموا كيفاش نعملوا اندرويد موبايل ابلكيشنز اللي باش نعملوا حاسينو اندرويد ستادي جام ات سام بوينت في العام هذايا نورمال في السمستر الثانيه ستيل نوت فيكست اما باش تصير ان شاء الله. قاعدين توا نخدموا برشا على الماشين ليرنينغ والسايبر سيكيورتي وعلى السي بي خاطر السي بي عادك بيهم يبداو الكومبيتيشنز الاخرين نتاع السي بي نتاع جوجل سكودينغ كومبيتيشنز. فما هاش كود فما جام كود فما كيك ستارت وهاش كود في العادة تصير أما ما نعملوش هب في الانيت هاش كود يبارتيسيبيوها in teams. So last year ما كانش فما هب في الانيت وحتى اللي قبل قبله and this year it's gonna be different إن شاء الله. So yeah سنرجع عمرت وش نعملو هب في الانيت and we're all good إن شاء الله we're all set. يعني انتو من اللي كومبيتيون دوما بيسكو تستحقوا فيهم معناها معلومات ونولوج في الحاجة دي دونك هذاك علاش يكونوا فما لي وركشوب ولي فورماسيون دوما ويكونوا اسيستي بار دي فورماتور ولا حتى منكم انتوما اللي يكونوا معناها يعرفوا وسابقينكم واكسبير في الدومين. ابار هذوما زاد فما لي كومبيتيسيون الاخرين اللي احنا باش نعملوهم اللي هما باش يكونوا الشيل ناسيونال باش نحضروا بهم للكومبيتيشنز هذوما كما مثلا سي بي هاكاثون. سي في هاكاثون باش نحضروا به الهاش كود والجام كود والكيك ستارت دي هاكاثون تاع كودينغ معناها يكون يكون كل كومبيتيسيون ما بين طلبه فيها كومبيتيسيون فيها وركشوبس وفيها راوند تيبل. سو راوند تيبل از فيري امبورطانت باش يشاريو نوليدج مع ناس اخرين باش يسمعوا ناس تحكي كيفاش وصلت شنو هما التشالنجز اللي عرضوهم بارتاج ديكسبرتيز هذاك يعاون على الاخر باش العباد تاخذ فكره وتوصل بالطبيعه للي تحب عليه ان شاء الله. يعطيك الصحه ايمان يعطيك الصحه على الانيشيتيف فونداتريس دو جوجل ديفلوبر ستودنت كلاب بالمدرسه الوطنيه للمهندسين بتونس ويعطيكم الصحه اللي قاعدين تخدموا في على الفولي هذيا وقاعدين تخلقوا في فرص وتخلقوا في وفوزيت كرياتيف تخلقوا في حاجات جديده باش الطلبه تتعلم وباش تكون ديما فما دي زوبورتونيتي وفما فرص مفتوحه اكثر باش يتعلموا باش يطوروا من القدرات نتاعهم واللي كومبيتونس نتاعهم. ميرسي ايمان مره اخرى اللي جيتنا من تونس باش تحكي لنا على الجديد نتاعك. يعطيك الصحه ونخلي لك كلمه الختام كان تحب تقول حاجه. ميرسي وانا عايشك ولا ام سو هابي على الاستضافه نتاعكم. It was so worth it اني نجي من تونس لنا I would do it a million times. So yeah maybe just for حاجه for clôture ممكن نحكي لكم شوية على الوركشوبس اللي already عملناهم. سو احنا بور لومون من اللي بدا العام من سبتمبر لتو عملنا 23 وركشوبس and one of the last ones كانت على design thinking for entrepreneurs assuré par my mentor اللي هو بالحسن السيد. Thank you بالحا you're the best mentor ever. yeah I want to thank all of my core team خاطر كان مش هما راهو I don't know like I wouldn't do that on my own. صحيح ممكن انا اللي بديت الانيشيتيف مع عمرت الفورم اما كان مش هما رانا ما نوصلوش لين احنا تو ذيا ريحة ايمان ان شاء الله ما ننسى حد امين مبروك نبيل يعطيكم صحة ليكيب الكل ايكيب تيم جوجل ديفلوبر ستودنت كلاب على الخدمة اللي تخدموا فيها وهذه اوبورتونيتي للعبيد اللي تحب تشارك في دي وركشوب تحب تتعلم من دي فورماسيون دونك نيزيتي با باش تشوفوا السيت ويب نتاعهم جوجل ديفلوبر ستودنت كلاب انيت المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. ان شاء الله تكون هذه انيشيتيف وان شاء الله معناها تكون هذه مبادرة وتكملوا في الخدمة هذه وتنجموا تزيدوا تقدموا بها اكثر وتوصلوا بها للشيل انترناسيونال. وي ايمان تحب تزيد تقول حاجه اكشلي في الكورتيم غاده وراسم ورحاب
وسليمان ومنتظر رانيا كلكم كلكم يعطيكم صفا صفا is the best ever والله وصفوان وسيرين they're the best too يعطيكم صحة الكل وبون كوراج ليكم محليهم لي زوبورتونيتي ومحليها الكرياتيفيتي نتاع طلبة هذي احنا مازلنا متواصلين معاكم في الحياة في الجامعة باش نتعداو نشوفوا فورم تاع لي ستاج فورم تاع plusieurs autres opportunités dima men par l'initiative mtalaba narja lkom ba3d lfasl ghini نقل لي مشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وابداعاتهم الطلابية جانيكم أعزائي المستمعين ونشكركم اللي اخترتوا باش تسمعونا على 93 على الحياة FM مازلنا متواصلين في الحياة في الجامعة وباش نحكيو على سالون ديكسبوزيسيون دي زونتربريز جوب فير اللي باش يكون في المعهد العالي للتصرف بتونس في ESG غدوة ال 15 ديسمبر من 9 متاع الصباح لل 4 متاع العشية جورني للعباد الكل باش يكونوا موجودين دي سوسيتي باش يقابلوا الطلبة ويوفروا لهم دي زوفر دو ستاج ودومبلوا باش نحكيو أكثر تفاصيل معنا سارة نيبلي بالتليفون صباحي عسلامة سارة عسلامة شنو حوالك سارة الحمد لله عسلامة مرحبا بيك وبياسمع فينا الكل عايشك سارة دونك سارة بريزيدانت SMA جونيور انتربريز باش تحكي لنا اكثر تفاصيل على ايفينمون شكون يهمو الجوب فير هذا وشنو هي الفايده اللي باش تحصل للي باش يشاركوا فيه بي دونك ليفينمون هذا سي ESG جوب فير C'est la première édition du Job Fair et Libéchissir fi l'ISG de Tunis. Donc, en collaboration avec l'Institut supérieur de gestion de Tunis, le 4C de l'ISG de Tunis et le PAC, on a organisé ce Job Fair et Libéchikoun Ribara a un seul nombre d'expositions. Libéchikoun Ouma aujourd'hui ici des entreprises de tous les domaines. On y kinaki ou tous les domaines, naki ou les domaines qui intéressent principalement les ISGois. On a fou illi les ISGois, maniha. Les étudiants de l'ISG sont des profils qui sont très polyvalents. Il y a toujours des experts en finance, en IT, en comptabilité, marketing. Donc, les étudiants de Chalkao, des entreprises, mais les domaines HEPO principalement. Les entreprises HEDOMA BICHIKUN, là où jouent certainement les profils pour des stages d'été, des stages de PFE et aussi des offres d'embauche. Donc, les étudiants de Chalkao, les HEPO selon le besoin. Et en parallèle, il y aura des panels aussi. Donc, les panels Hadouma thématiques de Home, c'est The Future of IT and Management Jobs. Il y aura deux panels successifs. Le premier panel, il va s'intéresser à la quatrième révolution industrielle. Donc, chez nous, aujourd'hui, ici, plusieurs panélistes d'eau calibre. Et le deuxième panel, The Skills of the Future, où je connais aussi plusieurs panélistes au calibre Z. Yani, je connais des sessions en plein air, je connais les thématiques comme des invités. Tout au long de la journée, je connais les entreprises, l'exposition. Exactement. Donc, l'événement de Chabda de 9h à 17h. Mm-hmm. Le salon d'exposition, c'est tout au long de la journée et les panels de Chikounou Fosbe. Voilà. Et le programme, donc Sarah, tout ma. بشيكون فما معناتها لي كونفرنس هذوما بشيكون فما دي زونتربريز اكسبوزي بشيكون فرصه للمتشاركين وللي ستوديون سورتو باش يكونوا ان كونتاكت ديريكت وباش يحكيوا مع دي فري بروفيسيونيل يعطيك الصحه سار على المبادره هذيا وي كامله يعني جبت حاجه اخرى اليوغا اوسكي اوركشوب اللي هو باش يصير العشيه الوركشوب هذايا il sera dédié à tous les étudiants اللي يحبوا يعرفوا plutôt يتعلموا اكثر comment élaborer un CV d'une manière professionnelle comment se préparer pour un entretien qui fait شنو نعمل personal branding تاعنا donc ça sera un workshop qui est très intéressant pour tous les étudiants l'événement هذايا il est ouvert à tout le monde principalement pour les ISGois certainement mais aussi pour tous les étudiants donc n'hésitez pas à y assister donc, voilà
Donc les workshops chez nous sont à part la préparation, l'élaboration des CV chez nous. Quand je fais un workshop, c'est un seul workshop et puis c'est la chaya où il va s'intéresser principalement aux choses que je vous ai dit hédouma taw. Mais comment est-ce que nous pouvons شاركوا العبيد اللي intéressés باش يحضروا في les workshops, عندكم préinscription, عندكم formulaire باش يهبط قبل معناتها ولا اللي يجي يعمل l'inscription sur place. Oui, déjà, on a un formulaire d'inscription pour l'événement. Ceux qui souhaitent assister les workshops Hedeya, ils peuvent le mentionner au niveau du formulaire. Et voilà, puisque le workshop, le blaï, ils sont un tout petit peu limités. Mais par contre, pour l'événement, venez le col de bien. يعطيك صحة سارة. انتوما كنت تحكي لي اكثر انتوا SMA junior entreprise smart marketing advisors انتوما المنظمين الايفينمون هذا في دورته الاولى انتوما شنو كلوب نتاع طلبه منظمينه مع الاداره مع الادمنستراسيون ولا كنت تحكي لنا اكثر على الديرولمون نتاع لورغانيزاسيون نتاع الايفينمون نتاعكم وتعرف لنا اكثر بالكلوب اي Donc, SMA Junior Entreprise, qui m'a interrogé Tawa, c'est Smart Marketing Advisor Junior Entreprise. Il y a la Junior Entreprise de l'ISE de Tunis, Maoujouda, depuis le 24 décembre 2015. Donc, SMA Junior Entreprise, déjà, elle a organisé plusieurs éditions de son job fair, disant l'IHAWA Tunisia Works. Elle a organisé 4 éditions, mais le job fair est d'ailleurs. À Masné, Habina Mabravna, Namlu Haja Akbar Barsha, Haja Elit Kunfi Wustelfak, واللي تكون ديستيني للعبيد الكل باش لي ستوديون يلقاو وين هما يقراو لوبورتونيتي هذيا دونك مع لاستيتو سوبيريور دو جيستيون دو تونس اون اورغانيزي سيت ايفينمون كيما قلت لك اللي هو حاجه اكبر برشا وحاجه اللي يلقاوها لي ستوديون على ذمتهم في الفاك نتاعهم دونك جوست هكا ان بيتيت ابيرسو على اس ام جينيور انتربريز كيما قلت لك موجودين دوبي لو 24 ديسمبر 2015 اون ابارتيان او ريزو national et international des juniors entreprises. Elle est maujoud fi Tunis lkol ou fi l'alam lkol. Ahna réellement on agit comme un bureau d'études et qui est spécialisé en marketing et en IT. Donc ce bureau معناها on agit comme une vraie entreprise ama qui est gérée 100% par des étudiants à but non lucratif. Donc nous avons marketing et IT qui va قلت لك في marketing nous avons tout type d'études de marché ou في l'IT nous avons le développement web. علاش les deux domaines هذوما خاطر l'ISG et formation تاعها principalement تهزنا les deux domaines هذوما le domaine de la gestion du marketing et le domaine de l'IT. Voilà. Donc, les prestations de services sont comme ça en relation avec les domaines d'expertise ou d'études dans le Ma'had l'Ali al-Tasarruf fi Tunis, qui est le FAQ. يعطيك صحة سارة دونك نعاود نذكر اللي غدوة باش يكون فما اون جورني بورت اوفيرت للناس الكل بريسيزامون للطلبة وغير الطلبة اللي يحبوا يلقاو فرص ويحبوا يلقاو دي سوسيتي عاملين اكسبوزيسيون للاكتيفيتي نتاعهم وبالك تكون فرصة باش يلقاو دي زوفر دومبلوا دي زوفر دو ستاج دونك تكون جورني بورت اوفيرت من 9 متاع الصباح ل 4 متاع العشية في المعهد العالي للتصرف بدي تونس سوي نومبرو ونحب من خلالك انت سارة ممبر هذا نحب نشكر الطلبة اللي ديما قاعدين يخدموا ويقدموا في حاجات متميزة ونحب نقدم دعوة للطلبة اللي مازالت تتلوج على فرص نحب نقولها راي الفرص موجودة راي فما برشا ديزيفينمون تري انريشيسونت فما برشا حاجات انتريسونت بكم تكونوا اكتيف اكثر وتشاركوا في مثل هذه التظاهرات يعطيكم صحة سارة ويعطيكم صحة اسما جونيور انتربريز ميرسي بوكو العبيد اللي تسمع فينا الكل واللي اخترتوا باش تتابعونا على الحياة الفام كان معكم في اخراج تقنينا وفي الشرطاني في الديجيتال محمد ديي فجرية ومن الغويلة كوتي ميكرو ميرسي بوكو على الاستماع وبون سواري الحياة في الجامعة نقل لمشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية